كان في تكاملية كنت قلت ان انا هشرحها بطريقة غير الطريقة اللي انا شرحتها بيها قبل كده، ولكن يعني ركنتها لغاية ما اخلص كل حاجة من الحاجات المهمة. التكاملية دي كانت بتقول تكامل 1 على x زائد 1 في الجذر التربيعي لإكس تربيع زائد 1 دي إكس. طيب التكاملية دي بقى تتحل ازاي؟ بكل بساطة كده، احنا الأول محتاجين ان احنا نشيل الجذر، محتاجين ان احنا نزيل الجذر ده. هنزيله ازاي؟ بكل بساطة، انا لو حطيت ان الاكس دي بتساوي شاين سيتا، او حطيتها بتساوي تان سيتا. ليه شاين وليه تان؟ لان انا عارف ان شاين تربيع زائد 1 بيساوي كوشاين تربيع، وعارف ان تان تربيع زائد 1 بيساوي سك تربيع. بس فهمت الفكرة انا ليه بحط شاين او تان مكان الاكس؟ عشان اطير ايه الجذر. انا هحط التان اسهل، تمام؟ فانا لو حطيت ان الاكس بتساوي، انا عندي دي 1، ففاكس بقى احط تان على طول، تان سيتا، يبقى دي اكس هيساوي سك تربيع سيتا دي سيتا. يبقى وريني كده بقى الورقة عندي هتبقى عاملة ازاي كده من الأول. هيبقى عندي كده تكامل سك تربيع سيتا دي سيتا على تان سيتا زائد 1 في سك سيتا، مش كده؟ ودي هتطير مع واحدة من اللي فوق، يتبقى لي تكامل سك سيتا على تان سيتا زائد 1. هنا بقى هحتاج احل بتان نص الزاوية. ليه يا سيدي؟ عشان انا دلوقتي عندي دالة مثلثية تحت، وفوق في دالة مثلثية، وفي تحت الدالة المثلثية دي مجموعة على ثابت. مش هعرف اتعامل مع الجذر ده او الكسر ده، هتبقى حاجة في منتهى البواخة. ممكن، عارف انت، يعني يوم ما نعمل حركة جامدة يبقى عندي تكامل، ننزل السك دي بواحد على كوزين، يبقى 1 على ساين سيتا زائد كوزين سيتا دي سيتا. برضو ما عملتش يعني حاجة جامدة، انا سبتها معقدة زي ما هي. طيب تعالى بقى واحدة واحدة ونشوف احنا هنعمل ايه. انا قلت انا بخلي التي تعويضة ثابتة، ساوي تان سيتا على الاتنين، اذا السيتا بتساوي 2 تان انفرس اوف تي، يبقى الدي سيتا بيساوي 2 على 1 زائد تي تربيع، صح؟ تعال بقى نشوف الساين. احنا قلنا الساين قبل كده بتساوي ساين 2 سيتا على الاتنين، بتساوي 2 ساين سيتا على الاتنين كوزاين سيتا على الاتنين. والمرة اللي فاتت ضربت في كوزاين فوق وتحت، بقى عندي 2 تي، لان الساين على كوزاين بتان، والكوزاين دي ضربتها في كوزاين بقت كوزاين تربيع سيتا على الاتنين. حلو كده، ارجع فك دي تاني هتدي لك 2 ساين كوزاين، هيدي لك في الاخر 2 تي على سك تربيع سيتا على الاتنين. والسك تربيع قلنا بتتفك 2 تي على تي تربيع زائد 1، السك تربيع بتبقى تان تربيع زائد 1. طيب دي الساين. الكوزاين، الكوزاين 2 سيتا على الاتنين بتساوي 2 كوزاين تربيع سيتا على الاتنين ناقص 1، يعني من الاخر 2 على سك تربيع سيتا على الاتنين ناقص 1، يعني من الاخر بتساوي 2 على تي تربيع زائد 1 ناقص تي تربيع ناقص 1 على تي تربيع زائد 1. ايه دي؟ او زائد سالب تي تربيع. انا بس كل الموضوع ان انا بطرح يعني، وحتى مقامات، يبقى 2 ناقص تي تربيع ناقص 1 على تي تربيع زائد 1 اساوي 1 ناقص تي تربيع على تي تربيع زائد 1. تعالى كده اكتب الكلام اللي انا بقى ايه كتبته الكتير ده. هيبقى عندك هنا 2 على افتح قوس تي تربيع زائد 1 دي تي، تمام؟ على، احنا قلنا الساين بتساوي 2 تي على تي تربيع زائد 1، وقلنا الكوزاين بتساوي 1 ناقص تي تربيع على تي تربيع زائد 1، يعني في الاخر التكامل ده هيساوي 2، والتي تربيع دي هتطير مع دي هتطير مع دي، على 2 تي
زائد واحد ناقص تي تربيع. دي بقى يا سيدي بارشال فراكشن ولا لأ؟ حط كده التي تربيع بسالب واحد، وحط الاتنين ادي كده اتنين زائد واحد، يبقى نشوف ده هيتفك. هيتفك لإيه بقى؟ ادي كده واحد زائد جذر اتنين، وواحد ناقص جذر اتنين، تمام. يبقى هيبقى عبارة عن تكامل رقم على اكس، ادي كده اول واحد اكس ناقص واحد ناقص جذر اتنين، وتاني واحد اكس ناقص واحد زائد جذر اتنين دي تي، تمام. وهنا طبعا في اتنين بره، وهتحسب بقى ال partial fraction ده، تشوف هتحسبه بقى ازاي. هيبقى عندك في الاخر هنا الاتنين، وادي كده هتحط مثلا الاكس مرة، لو احنا قلنا هنحط كده الاكس بقى المرة دي بسالب واحد بزائد واحد زائد جذر اتنين، تمام. يبقى ده هيطير، ده الفا وده بيتا، تمام. يبقى احنا قلنا ان البيتا هتطير كده والالفا هتساوي، ادي كده قلنا زائد واحد يبقى طارت مع ده، زائد جذر اتنين يبقى اتنين جذر اتنين، يبقى الالفا او الاتنين بتساوي اتنين جذر اتنين الفا، يبقى الالفا هتساوي واحد على جذر اتنين. نفس الكلام بالنسبة للبيتا، بس هنحط بقى المرة دي هنحط الاكس بتساوي واحد ناقص جذر اتنين، فواحد زائد واحد بصفر، سالب جذر اتنين، يبقى البيتا هتطلع بتساوي سالب واحد على جذر اتنين. يبقى هيتبقى لي في الاخر اتنين على جذر اتنين في تكامل واحد على اكس ناقص واحد ناقص جذر اتنين، تمام، زائد ناقص بقى واحد على اكس ناقص واحد زائد جذر اتنين، تمام كده دي تي. شايف انت المرة اللي فاتت انا حليتها ازاي، والمرة دي حليتها ازاي؟ يعني المرة اللي فاتت ما خدتش وقت الوقت ده كله. يتبقى لي اتنين على جذر اتنين لن، افتح قوس، خد الاشارته موجبة فوق واللي اشارته سالبة خده تحت، اكس ناقص واحد ناقص، دي مش اكس يا جماعة انا اسف، تي دي تي ودي تي 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 ناقص واحد ناقص جذر اتنين على تي ناقص واحد زائد جذر اتنين. شيل التي وحط مكانها تان سيتا على الاتنين، يبقى يساوي اتنين على جذر اتنين لن تان سيتا على الاتنين ناقص واحد ناقص جذر اتنين على تان سيتا على الاتنين ناقص واحد زائد جذر اتنين، طبعا زائد الثابت. هتشيل السيتا وهتحط مكانها ايه بقى يا سيدي؟ تحط تان انفرس الاكس، يبقى اتنين على جذر اتنين اللي هو بيساوي جذر اتنين اصلا، لن ادي كده بقى عندك تان انفرس سيتا على الاتنين ناقص واحد ناقص جذر اتنين على تان انفرس اكس، المفروض اكس اهو، على الاتنين ناقص واحد زائد جذر اتنين، كل ده زائد الثابت. يعني مسألة التعويضة نفسها خلتني احل بطريقة، وتعويضة تانية خلتني احل بطريقة تانية خالص، والناتج طلع مختلف والثابت هيطلع مختلف، بس في الاخر هما الاتنين لو فضلتهم هيديني نفس المنظر اللي كان موجود في الاول. اهم حاجة بس تكون فهمت موضوع التكامل وليه احنا بنستخدم التكامل عموما في حياتنا، وان شاء الله يعني تكون استفدت من الفيديو ده.